بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبات الصف السادس الابتدائي، معكم اليوم درس جديد بعنوان نصائح أب. النص الأول من نصوص الوحدة الأولى وهو بعنوان نصائح أب. معايا كده نتكلم النهاردة، يتكلم الدرس بعنوان نصائح أب عن آية قرآنية وهي من سورة هود. هذه الآيات تتحدث فيها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وهي السرية التي أمرنا الله تبارك وتعالى، وهي بطاعة الأبناء للآباء، وهذا أمر ضروري أوجبه له الإسلام. وتبين الآيات الكريمة، تبين الآيات الكريمة التي نحن بصددها اليوم هذه المشورة وهذا الأمر، أن هناك ابن عصى أباه فكان جزاءه ليه؟ فكان جزاءه الغرق، وهو ابن سيدنا نوح. طبعا عارفين ان سيدنا نوح عليه السلام نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى، ارسله الى قومه يدعوهم الى عباده الله سبحانه وتعالى. واحنا عارفين يا اولاد دايما ان الانبياء ارسلوا جميعا الى بدعوه واحده، وهي دعوه الله الواحد الاحد. طيب سيدنا نوح عليه السلام كما عرفنا من قبل أنه ظل يدعو قومه 950 عام. طبعاً وكانت هذه الدعوات كانت هؤلاء القوم يعني يرفضون هذه الدعوة من سيدنا نوح ولا يستجيبون له، فكان جزاءهم للغرق. فهذه الآيات توضح أن سبيل النجاة هو اتباع دين الله سبحانه وتعالى. فسيدنا نوح عليه السلام بعد ما أمر الله سبحانه وتعالى أن تسير هذه السفينة بأمر الله سبحانه وتعالى وبرعايته وحفظه، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فكانت هذه السفينة تسير في المياه، وهذه المياه كانت مضطربة شديدة مرتفعة. فكان سيدنا نوح عليه السلام ينادي ابنه بطبيعة الحياة وطبيعة الأبوة الصادقة النابعة من أب لدى ابنه، وإنه كان اسمه كنعان. في هذا الأمر كان سيدنا نوح عليه السلام من قبل الله سبحانه وتعالى في دعوة بصنع سفينة، وأن يأخذ في هذه السفينة من كل شيء، اثنين في من على وجه الأرض. طبعا دي لأشياء كثيرة، منها أنها طبعا لإبقاء الحياة بعد ذلك. طبعا وفي أثناء هذا الوقت كان نجاة للمؤمنين الذين آمنوا مع سيدنا نوح في ذلك المكان. طيب ولكن سيدنا نوح عليه السلام كان ينادي ابنه طبعا، ولكن هذا الابن العاصي الذي لا يسمع كلام أبيه أنه ترك أباه وعصى، فكان هذا نصيب هذا الابن العاصي أنه كان مع الكافرين. ثم بعد ذلك في نقاش بينه وبين الأب، بين الابن والأب وسيدنا نوح وكنعان هو ابن سيدنا نوح، أنه قال سوف أصعد إلى جبل يحميني من هذا الماء. طيب هنكمل إن شاء الله الجزئية الثانية في الحصة القادمة إن شاء الله، ولكن مع الآيات اللي احنا قلناها وشرحناها في الواتي اللي هما الآية الأولى دي والثانية، هبدأ أتلو هذه الآيات اللي هي من سورة هود. نحن قلنا العنوان بالدرس، عنوان الدرس بعنوان نصائح أب. ركز بقى معايا في القراءة عشان تقرأ معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. طبعا هذه الآيات بتاعة الدرس، ولكن احنا هناخد الآية الأولى والآية الثانية اللي عندي كل يعني مع العند ولا تكن مع الكافرين. هنبدأ الآيات معنا بشرح زي ما احنا اتكلمنا، نبدأ نخش على معاني الكلمات. زي ما احنا فهمنا طبعا الآيات تتحدث عن قصة سيدنا نوح مع ابنه تمام العصر، وعرفنا ان كان مصيره ليه الغرق كما ايه كما قلنا من قبل. طيب هنا عندي نبدأ آية كده ونبدأ بالشرح بتاع الايه الآية. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. طبعا هذه الآيات زي ما احنا اتكلمنا عنها، أول آية تحدث فيها وقال اركبوا. طيب معايا كده في الكلمات بتاعت عشان نطلع معاني الكلمات، أول حاجة معنى كلمة اركبوا. كلمة اركبوا معناها ايه؟ اصعدوا. اصعدوا إلى ايه؟ إلى السفينة. صعدوا إليه، صعدوا إلى السفينة. طيب مضاد هذه الكلمة، مضادها إيه؟ انزلوا. تمام؟ اركبوا فيها بسم الله، أي بسم الله طبعا كلمة تبرك بهذا الأمر. كلمة إيه؟ كلمة تبرك ودعاء من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء لهؤلاء الذين يصعدون على السفينة. بسم الله إيه؟ بسم الله. طيب مجريها ومرساها. طيب عندي مجريها أي سيرها، سيرها فين؟ في الماء. طيب نخلي بالنا من الكلمتين دول اللي معانا مجريها ومرساها، تمام؟ عشان هما كده مجريها قلنا سيرها في الماء، ومرساها معناها ايه؟ وقوفها على الشط، تمام؟ وقوفها على الشط. طيب عندي مجريها ديت قلنا معناها ايه؟ سيرها في الماء، ومرساها اللي هو الوقوف، يبقى اذا الكلمه دي مضاد ايه؟ مضاد لدي، ودي مضاد لدي، اذا الكلمتين اللي هي مجريها ومرساها بينهما ايه؟ تضاد. عرفنا وخدنا قبل كده وعرفنا من سنه خمسه ان اي كلمتين عكس بعض بنسميه تضاد. التضاد ده له افاده، له افاده فين؟ في المعنى، اللي هو يؤكد المعنى ويوضحه، تمام؟ في ذلك المقام. بسم الله مجريها ومرساها، طبعا مجريها مفرد جمعها ايه؟ مجارٍ، جميل. ومرساها مراد ايه؟ مراسم، تمام. إن ربي لغفور رحيم. نركز بقى اللي هي بقى من أدوات الايه؟ التوكيد، من أدوات إن ربي لغفور رحيم، هنا أن الله سبحانه وتعالى يغفر ليه؟ يغفر الذنوب. غافر ليه؟ غافر الذنوب. طيب تعالى كده معايا في الكلمات كده، يبقى احنا قلنا اركبوا فيها أي فين؟ طيب أي في السفينة. إيه يقول لك؟ هنا طبعا هنتطرق لهذا السؤال ان شاء الله في الاسئله. اركبوا اي فين؟ اي في السفينه، اي اصعدوا الى هذه السفينه. طيب هو المضاد طبعا انزلوا. طبعا الكلمات دي بتبقى سهله طبعا لو احنا عايزين ايه نعملها، انت طبعا عارفها تبقى ايه؟ تكتبها عنه. ان ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. قلنا بسم الله طبعا بمشيئه الله او على بركه الله، كلها معاني ايه؟ واحده سيان يعني. مجراها ومرساها. طيب مجراها قلنا سيرها فين؟ في الماء طبعا، والمضاد زي ما احنا قلنا اهو ايه؟ مرساها. طيب بعد كده بننتقل الى مرساها وقوفها على الشط، والمضاد ايه؟ مجراها. وعرفنا ان مجراها دي جمعها مجار، ومرساها جمعها ايه؟ مراسم، تمام؟ زي ما تطرقنا اليه لهذا الامر. لغفور رحيم، طبعا غفور قلنا كثير المغفره، ورحيم كثير وكثير الرحمه او واسع الرحمه طبعا، والمضاد قاسم. طيب هنا من خلال المعاني اللي احنا قلناها دي يا اولاد نيجي نشوف الاسئله كده عشان نطلع اسئلتنا، نحط سؤال على الجزئيه دي ونطلع مواطن الجمال بتاعتها. اول حاجه وقال اركبوا فيها، اركبوا ده فعل ايه؟ فعل فيه اسلوب امر، فعل ايه؟ في هنا اسلوب امر. بيقول ايه؟ طيب اسلوب الامر طبعا اذا كان من الله سبحانه وتعالى يعني هنا فيه طبعا يكون وجوب والزام. طب اذا كان من شخص طيب اكبر او يعني اكبر من ايه؟ من مستوى، طبعا بنقول ان ده فيه وجوب وايه؟ فيه نصح وارشاد لهذا الايه؟ الامر. طبعا سيدنا نوح عليه السلام ايه؟ هو يعني بيتكلم في ذلك المقام، فبنقول الجملات اللي معانا اركبوا فيها اسلوب ايه؟ امر، غرضه ليه؟ الحث والنصح والارشاد، ان هو في امر وفيه نصح وارشاد من سيدنا ايه؟ من سيدنا نوح عليه السلام بانه يدعو قومه الى ان يصعدوا فين؟ في السفينه.
طيب جميل. في بسم الله، احنا قلنا بسم الله ديت آية تبرك وتكرم لهذا الايه؟ لهذا الامر، بسم الله مجريها ومرساها. طبعا قلنا احنا بنشرح ان كلمه مجريها وكلمه مرساها دي بينهما ايه عشان نخلص منها حاجه حاجه كده. مجريها ومرساها قلنا الكلمتين تضاد، يبقى على طول افاده واحده بنعرفها يوضح المعنى ويؤكده. تمام، يوضح المعنى ويؤكده. طيب بسم الله مجريها ومرساها هنا بيؤكد تعبير، بيوضح ويؤكد ويدل على قدرة الله تبارك وتعالى وحفظه للسفينة. امتى بقى؟ اثناء سيرها. فين؟ اثناء سيرها ووقوفها. تمام، ديت معنى او موطن الجمال، هي بسم الله مجريها ايه ومرساها. طبعا خدنا الحاجات دي كتير واحنا في الصف الخامس، عرفنا ان ايه اداه التوقيت. ساعه ما اشوف النا بس عندي الاسلوب ده يا اولاد مؤكد بحاجتين، لازم نخلي بالنا كده، مؤكد بايه؟ بحاجتين. عندي ان اللي هي اداه التوكيد هي المشدده، لازم اخلي بالي منها. تمام، ان ربي لغفور رحيم، فالاسلوب ده اسلوب مؤكد بايه؟ بان واللام. طيب بان ايه واللام؟ طبعا دي احنا عرفنا خلاص ان كلمه مجرى موسى، ان ربي لغفور رحيم تعبير بيدل على رحمه الله تبارك وتعالى ايضا الايه الواسعه، يؤكد ان رحمه الله سبحانه وتعالى تشمل جميع الايه جميع الخلق. لمين؟ اللي هو هيامن بسيدنا ايه نوح ويمشي على نهجه في هذا ايه الامر. طيب بعد كده يا اولاد، بعد كده بنقول عايزين نحط بقى سؤال على الايه دي، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. هنا دعوه بايه؟ بان هم ان سيدنا نوح عليه السلام يدعو القوم ان هم فين يصعدوا الى السفينه، بانها سوف تسير وتمشي في هذه المياه على بيه ببركه الله سبحانه وتعالى في هذا الامر، انه هو الحافظ والمقدر لهذا الامر. طيب نقول بقى هنا من الآمر في الآية الأولى؟ هنا سيدنا نوح عليه السلام بيأمر إيه؟ قومه بأن هم يسيروا فين؟ يسيروا في إيه؟ أو يركبوا ويصعدوا إلى إيه؟ السفينة. طيب بعد كده، طيب بما شمل الله تبارك وتعالى السفينة زي ما إحنا قلنا في الشرح، قلنا هنا سيدنا نوح عليه السلام من قبل الله سبحانه وتعالى صعد إلى السفينة وحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني خد من كل حاجة من كل شيء في الطبيعة. طبعًا إحنا قلنا برضه لإبقاء الإيه؟ الحياة وإبقاء النسل بعد كده. تمام، طيب بشمل الله تعالى ليه السفينه بعنايته واهتمامه وحفظه لهذه ليه السفينه. طيب وصف نوح ربه بصفات، وضح هذه الصفات. طبعا مش عايزه كلام، عندي هنا في الايه اهو بان الله سبحانه وتعالى ايه غفور، بان الله سبحانه وتعالى يا اولاد ايه غفور، وبانه ايضا رحيم بعباده، رحيم ايه بعباده. طيب ديت الايه اللي معانا ديت طبعا بما نصح نوح ابنه ولماذا. طبعا هنا نصح سيدنا نوح عليه السلام اللي احنا الايه الثانيه اللي هنتطرق ليها، اللي هي بقى بتقول ايه بقى؟ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. طيب تعالى هنا بقى معايا في الايه كده، وهي تجري بهم في موج، وهي ايه؟ عايده على السفينه، تجري اي تسير بعنايه الله سبحانه وتعالى زي ما عرفنا، بعنايه الله سبحانه وتعالى وحفظه، تجري بهم في موج كالجبال، في موج كالجبال. الموج طبعا ايه؟ كان مضطربا شديدا عاليا مرتفعا. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، طبعا نادى سيدنا نوح عليه السلام على ابنه زي ما احنا تطرقنا لهذا الامر وقلنا فيه من قبل، وكان في معزل. معزل يعني ايه يا اولاد؟ يعني مكان بعيد، مكان منعزل عنه حتى انه يعصي اباه ويبعد عنه في هذا الامر. وكان في معزل يا بني اركب معنا، ايضا الامر اهو ثاني بيوم بسيدنا نوح عليه السلام ابنه، اصعد معانا وخليك معانا في السفينه عشان تكون في سبيل النجاه وتكون في سبيل طاعه الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكن مع مين؟ مع الكافرين. طبعا هذه الأبوة الصادقة النابعة من قلب سيدنا نوح عليه السلام في دعوته لابنه، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى يا أباء. طبعا كان سيدنا نوح في هذا الأمر طبعا يعني تظهر عنده عاطفة الأبوة، لأنه طبعا هذا الأمر كان صادر من الله عز وجل بأن يقوم بحمل من على الأرض في هذا الوقت ويستطيع أن يسير بمشيئة الله وحفظه في هذه الأثناء.
طيب وهي تجري بهم في موج كالجبال. طبعا تجري يعني تسير. طيب ومضاد طبعا حاجه تسير تجري تتوقف. مضاد تجري ايه؟ تتوقف. عندي قلنا معزل يعني مكان منعزل بعيد. طيب اذا هنا عندي بعد كده معزل. طيب مكان منعزل يبقى اذا مكان ايه؟ قريب. يبقى قريب ايه؟ منهم. طيب هنا عندي بعد كده عندي من مواطن الجمال وهي تجري بهم في موج كالجبال. طيب انا عندي كده يا اولاد حاجات كده لازم اعرفها في مواطن الجمال عشان تريحني وانا شغال فيها. عندي حاجه اسمها اداه تشبيه. اداه تشبيه دي يعني شبيه، بنمثل حاجه بحاجه يعني. فهنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يظهر لنا قوه يعني قوه حفظه وعنايته لهذا الامر الذي كان فيه سيدنا نوح مع قومه الذين امنوا به، طبعا ان هو ايه؟ شبه هذه الامواج في قوتها وارتفاعها وعلوها بانها مثل الايه؟ الجبل الصاعد الشائق المرتفع الذي طبعا عندما يقابل شيء ايه؟ يهدم ويتفجر في هذا الامر، ولكن عنايه الله سبحانه وتعالى كانت على هذه الايه؟ كانت على هذه السفينه. فهنا بنقول تصوير، صور الموج اللي احنا بنتحدث عليه هنا، صور الموج. صور الموج اللي احنا اللي كان مضطرب في المياه بانه مثل حركه الايه؟ الجبال في ارتفاعه وقوته. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، وكان في اولاد، كان في معزل. يا بني اركب معنا. طبعا يا بني هنا اداه، هنا عندي الاسلوب ده اللي هو النداء ده في تحبب وفيه تقرب من ابنه، حنو الاب على ايه؟ على ابنه. اركب معنا ايضا هنا اسلوب، هنا يا اولاد اسلوب امر، غرضه ايه برضه؟ كل اساليب هنا الامر والله غرضها النصح والارشاد من ايه؟ من لانها من ايه؟ من سيدنا نوح عليه السلام. ولا تكن مع الكافرين. طبعا هنا الكافرين اللي هم ايه؟ اللي هم ما امنوش بسيدنا ايه؟ نوح. طيب هنا عندي طبعا مضاد الكافرين اللي ايه؟ زي ما احنا عرفنا الكافرين اللي مضادها المؤمنين. لا ولا تكن مع الكافرين، دي اسلوب ايه برضه؟ اسلوب نهي، غرضه ليه؟ التحذير والتخويف من متابعه ايه؟ الكافرين، من متابعه الايه؟ الكافرين. طيب هنا في الايات دي بنقول بما نصح نوح ابنه، نصح معه ان يصعد الى السفينه، سهله. طيب ليه؟ عشان يكون معه من الايه؟ من الناجين الذين امنوا به بسيدنا نوح عليه السلام. طبعا الايات زي ما انت عرفت كده نقراها مره ثانيه سريعه كده. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.